الناس الكل من جديد في كابوتشينو. احنا مازلنا متواصلين معكم حتى العشرة متاع الصباح. بعد شوية ضيوف النائب محمد علي فنيرة والنائب نورة الشبريك نجموا تتفاعلوا معنا بعد موجز الأخبار 48 دقيقة. عندكم أي تساؤل على الجهة مرحبا بالجميع، ولكن وقيتها تخلينا نعملوا قراءة لأبرز عناوين صحفنا الوطنية الصادرة بتاريخ اليوم. البداية تكون مع صباح في عدد الصدر بتاريخ 3/13/2024 وفي اللاين متاحة عنونت الانتخابات الرئاسية، المحكمة الإدارية تفتح أبوابها لقبول الطعون والحسم سيكون يوم 3 سبتمبر. المقال هذا تلقاه في الصفحة 6 والافتتاحية اليوم بقلم زميلنا عبد الوهاب الحاج علي بين الفلاح والسيادة الفلاحية. وتقريبا زاد هذا حديثنا بعد شوي، نجوله تحية زميلنا عبد الوهاب الحاج علي. تنجموا تتبعوا الافتتاحية وأدعوكم بكل حب للقراءة. نرجع للصفحة 3. منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية جدل التشريعات لفائدة المرأة متواصل، وكذلك في ملفات الصباح في الصفحة 4 والصفحة 5. في عيدها الوطني المرأة التونسية في الجهات الداخلية بين الواقع والوعود، هذا ممتاز جدا في ملفات الصباح، تنجموا تتبعوه على امتداد صفحتين. في الصفحة 3 صدور القانون المتعلق بعطل الأمومة والأبوة بالرائد الرسمي، وعلى ما يبدو هو الإنجاز الوحيد، ما نحبش نقول الإنجاز الوحيد ولكن تقريبا يعتبر الإنجاز إنجاز السنة بالنسبة للمرأة التونسية. الملف الليبي محور لقاء وزير الخارجية بالمبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا، هذا تلقاه في الصفحة 2. صوت المحبة التسامح والسلام، الفنان ياسر جرادي إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ربي يغفر له، يا ربي صبر عائلته. أخبار الرياضة تتواصل معكم على امتداد 3 صفحات كالمعتاد في الصباح من الصفحة 14 حتى للصفحة 16. كذلك فيما يخص أخبار غزة الحبيبة تلقاها في الصفحة 10. نمر إذن إلى الصحافة اليوم، الصحافة من أبرز عناوينها المرأة بمناسبة الذكرى 68 لعيد المرأة وتدعيمها المنظومة منظومة حقوقها ومكتسباتها ولأسس تماسك الأسر التونسية، قانون عطلة الأمومة والأبوة يدخل حيز التطبيق، تلقاها في الصفحة 3. في تصريح لها رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، نأمل أن يأتي احتفال بعيد المرأة بقرارات لصالح المرأة والاتحاد، هذا اللي قالته طبعا نجم تلقاها في المشهد السياسي في الصفحة كذلك 3. نفس الموضوع تحكي عليه، قانون عطلة الأمومة والأبوة يدخل حيز التطبيق، كما قلنا نجم تتبعوا المقال في المشهد السياسي في الصحافة اليوم في صفحتها 3. في الشروق اليوم في عددها الصادر بتاريخ 13/6 جرائم قتل ضد النساء في 12 يوم من شهر أوت، آخرها في حي النصر يقتل زوجته ووالدته طعنا بسكين. جرائم عديدة وعديدة جدا قاعدين نشوفوا فيها مظاهر مؤسفة مبكية، ما عادش نحكيه على عنف فقط، ما عادش نحكيه على عنف مادي ولفظي، ولينا نحكيه على تقتيل، ما عادش العبيد ترحم بعضها. نساء تونس ينتظرن الإنصاف، هذا في عيدهن. هل باتت مجلة الأحوال الشخصية عبء على المرأة التونسية؟ نجم تتبع المقال هذا واللي قبله في الصفحة 9 والـ10. اقتصاديا إلى موفى جوان 2024 تراجع الاقتراض الخارجي بأكثر من 150% في الصفحة 19 دون توظيف عمولات 3 أشهر أجل أقصى لغلق البنوك للحسابات غير المستعملة، هذا تلقاه في الصفحة 19. وكذلك بدورها الشروق ودعت ياسر جرادي إن شاء الله ربي يرحمه الفن الملتزم يفقد أحد رموزه، نجم تتبعه في الصفحة 15. كانت هذه تقريبا قراءة لأبرز عناوين صحفنا الوطنية الصادرة بتاريخ اليوم. نعود أفكركم بضيوف الحصة اللي باش يلتحقوا بنا من بعد شوي، النائب محمد علي فنيرة والنائبة نورة الشبريك، كذلك باش يكون ختام الحصة مع الخبير في السياسات الفلاحية السيد فوزي الزياني. ما نجمو نحكي وكان على نقل العاملات الفلاحيات، من نجم كان سي فوزي يحكي لنا على المشكل هذا، على الظاهرة هذه، على الحكاية هذه بأكثر تفاصيلها بحكم هو فلاح وقاعد يعاين في الفلاحة بالقدا بالقدا والمصاعب اللي
قاعدين بالأخص يواجهوها النساء الفلاحات. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير وبربي يعني بربي. كل الملتقيات اللي اشتعملوهم اليوم مثل الشرك فيهم الفلاحات، ما تحكيوش عليهم من بعيد وتقولوا هاو عنا وهاو عملنا لهم وهاو باش نعملوا لهم قانون وهاو باش نعملوا لهم. كل الملتقيات هذيك ما عندها ما توكلهمش خبز راهي، شوفوا لهم أطر قانونية، شوفوا لهم كيفاش باش تعملوا لهم الضمان الاجتماعي نتاعهم، شوفوا لهم كيفاش تحميوهم، كيفاش توصلوا لهم لخدمتهم. هذه نتصور أهم برشا. صحيح يعطيكم الصحة في الملتقيات تعملوا، ولكن كل عام يسالش اسمعوا منهم ما تسمعوش عليهم. ياسر الجرادي شبيكي نسيتيني، لازمنا اكيد نسمعوه ان شاء الله ربي يرحمه. بالحق عز علينا الكل، عز علينا الكل. في مش تونسي البارح ما تدخلش لستورياته الا وتسمع ياسر الجرادي. خلينا نسمعوا شبيكي نسيتيني.